النهارده هنكمل حته صغيره كده على برضو حاجات لها علاقه بالنمبر سيستمز، وبعدين نخش بعد كده على حاجه اسمها البوليان الجبرا. اوكي طيب تاني لما نيجي نتكلم على النمبرز ببقى عاوز اعرف الرينج بتاع الارقام اللي ممكن اتعامل معاها. يعني لو احنا بنستخدم ديسيمال سيستم وعندنا ثلاث خانات، الارقام بتتراوح من كام لكام؟ من 0 لكام؟ 999. اوكي عاوز اشوف لو انا بتعامل مع الباينري نمبرز رينج الارقام بتاعي يتراوح من كام لكام. اوكي لو انا عندي 4 بيتس، الاربع بيتس دول ممكن امثل عليهم كام تشكيله مختلفه، كام كومبينيشن ممكن اعملهم في الاربع بيتس دول؟ كام؟ 16. قلنا لو عندي n بيبقى عندي 2 باور n، عندي 16 شكل مختلف. تمام، يبقى الاربع بيتس لهم 16 شكل مختلف اللي هم 0 0 0 0 وبتقعد تزودهم لحد ما يوصلوا ل 1 1 1 1. اوكي طيب يبقى عندي هنا 16 كومبينيشن. لو الارقام بتاعتي بوزيتيف فقط، ال 16 دول هيبقوا من كام لكام؟ عندي 16 شكل مختلف، هيبقوا من 0 لكام؟ لو انا بتعامل بس مع بوزيتيف نمبرز، لو انا بتعامل بس مع بوزيتيف نمبرز يبقى عندي الارقام دي من 0 لحد 15، صح كده؟ عندي 16 شكل مختلف وما عنديش غير ارقام بوزيتيف، هيبقى من 0 ل 15 دول يديني 16 شكل مختلف. طيب لو بتعامل مع ما نطلق عليه سايند نمبرز، يعني ايه سايند؟ سايند يعني ممكن يبقى احتمال بوزيتيف واحتمال نيجاتيف. اوكي يبقى لو كان بوزيتيف بس خلاص هم 16 احتمال دول، هيبقى من 0 ل 15 شكل مختلف. لو بتعامل مع سايند نمبرز، يعني ايه سايند؟ يعني بوزيتيف اور نيجاتيف. يعني بوزيتيف اور نيجاتيف. هقسم ال 16 شكل دول ازاي؟ هناخد منهم نصهم هخليه نيجاتيف والنص الثاني اخليه زيرو فيما فوق. يبقى ال 16 شكل دول هاخد منهم 8 نيجاتيف وال 8 الباقيين هخليهم بوزيتيف نمبرز. يبقى ال 16 شكل دول لما اخد نصهم نيجاتيف يبقى انا بادئ من ناقص 8 وناقص 7 وناقص 6 وناقص 5 ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1، ادي الثمان ارقام. يبقى هبدا من ناقص 8 ناقص 7 و و و و لحد ناقص 1، يبقى دول كده 8 احتمالات. تمام، او 8 اشكال، والثمانيه الباقيين هم اللي هخليهم بوزيتيف، هيبقوا من كام لكام؟ من 0 لحد 7، من 0 لحد 7. يبقى لو عندي 4 بيتس وانا بتعامل فقط مع بوزيتيف نمبرز هقول همثل عليهم الارقام من 0 ل 15، لكن لو عندي 4 بيتس بمثل عليهم الارقام بوزيتيف ونيجاتيف هقول نصهم هيبقى بوزيتيف ونصهم نيجاتيف، وبالتالي النص النيجاتيف هيخليني ابدا من ناقص 8 لحد ناقص 1 وشويه الباقيين هيخلوني اوصل من 0 لل 7. اوكي دي واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى تاني لو انا عندي عدد محدود من البيتس انا عندي رينج من الارقام بلعب فيه. الرينج ده ممكن يبقى كله بوزيتيف، في الحاله دي بنسميها بوزيتيف نمبرز او بنسميها انساين نمبرز. انساين يعني ملهاش ساين. اوكي طيب الارقام دي لما اجي اكتبها بقى تعال نشوف الناقص 1 هتبقى شكلها عامل ازاي، الناقص 2 شكلها عامل ازاي، وهكذا. اوكي من 0 ل 7 عارفينها الارقام البوزيتيف، من 0 ل 7 احنا عارفينها. ادي الاربعه بيتس بتوعي هكتب عليهم الارقام الاول من 0 ل 7 وبعد كده اشوف الارقام النيجاتيف اكتبها ازاي. ادي 0، ادي 1، ادي 2، 3، 4، 5، 6، وادي 7. اوكي دي الارقام اللي هي من 0 ل 7. طيب عاوزين نكتب الارقام من ناقص 1 لحد ناقص 8، بنكتبهم ازاي؟ طالما هم ارقام نيجاتيف بكتبهم في التوز كومبلمنت فورمات. اوكي طب تعالوا نشوف الواحد كانت بتتكتب ازاي. اهي 0 0 0 1،
التوس كومبلمنت بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ التوس كومبلمنت بتاع الرقم بجيبه ازاي؟ بمشي من اليمين للشمال كده، اول ما الاقي واحد كل اللي فات بينزل زي ما هو، بعد الواحد كله بيتقلب. يبقى دي لو حولتها جبت لها التوس كومبلمنت هتبقى واحد ينزل زي ما هو واللي بعديه كله بيتقلب، يبقى دي تمثل ناقص واحد. تمام؟ طبعا لو انا دي بصيت لها لوحدها كده هقول 15 لو انا بتعامل مع بوزيتيف نمبر، لكن لو انا حامل في حسابي ان في شويه بوزيتيف شويه نيجاتيف دي هترجمها لانها ناقص واحد. تمام؟ طيب ناقص اثنين، اثنين بتتكتب ازاي؟ يبقى ناقص واحد هتتكتب كده. اثنين، اثنين بتتكتب كده 0010، يبقى التوس كومبلمنت بتاعتها 01 والباقي يتقلب يبقى 11، يبقى دي ماينس 2. يبقى الماينس 2 عباره عن 1110. تمام؟ طيب الماينس 3، 3 بتتكتب كده، يبقى الماينس 3 الواحد الاولاني هينزل زي ما هو وكل ما بعديه يتقلب، يبقى عندي 011، دي ماينس 3. اوكي؟ يبقى الماينس 3 1101. الماينس 4 4 اهي، يبقى الماينس 4 هتبقى كام؟ 001 لقيته اللي بعد الواحد يتقلب، يبقى واحد، يبقى واحدين صفرين، دي ماينس 4. الماينس 5، الفايف عباره عن 0101، يبقى الماينس 5 الواحد ده هينزل زي ما هو واللي بعديه كله يتقلب، يبقى 101، يبقى 1011. تعال نشوف الماينس 6، 6 عباره عن 0 و 1 0، يبقى الماينس 6 نجيب التوس كومبلمنت لده هيبقى 01 واللي بعديه يتقلب يبقى 01، دي ماينس 6. اوكي؟ في حد مش فاهم احنا بنعمل ايه؟ ماينس 7، 7 عباره عن 3 وحايد 0، يبقى ماينس 7 عباره عن ايه؟ 1 واللي بعديه يتقلب 0 1. ثمانية، واحد تلات صفار، يبقى الماينس ثمانية هات التوس كومبلمنت بتاع ده هيبقى 0001. يبقى الثمانية والماينس ثمانية شبه بعض. اوكي؟ يبقى الماينس ثمانية 1001. يبقى خلي بالكوا تاني، لو احنا بنكتب بوزيتيف نمبرز فقط دي لها ترجمة. لو انا بقول الرقم ده كام؟ الرقم ده 8 و3 11. لو انا بتكلم على بوزيتيف او unsigned نمبرز ده هيترجم على انه 11. لو بتكلم على signed نمبرز، لو انا بقول قررت ان انا استخدم البوزيتيف والنيجاتيف، يبقى ده ما هوش 11، ده ماينس 5. تمام؟ يبقى عرفنا الفرق بين signed و unsigned. طيب تعالوا نبص على الارقام دي، مفيش حاجه تقدروا تلاحظوها تفرق ما بين الارقام البوزيتيف والارقام النيجاتيف؟ الليفت موست بيت، البيت اللي على الشمال خالص، هتلاقي في الارقام البوزيتيف البيت اللي على الشمال دي دايما اصفار، الارقام النيجاتيف البيت اللي على الشمال دايما وحيد. تمام؟ وبالتالي البيت اللي على الشمال دي بنديها اسم بنقول عليها الساين بيت، ساين بيت. يبقى البيت اللي على الشمال بنسميها ايه؟ ساين بيت. ليه بنسميها ساين بيت؟ لانها بتحدد لي اذا كان الرقم بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب خدت رقم زي ده لقيته على الشمال فيه صفر، يبقى انا اعرف ان ده بوزيتيف. بوزيتيف كام؟ 4. خدت رقم زي ده لقيته في واحد على الشمال يبقى نيجاتيف. نيجاتيف كام؟ هات له التوس كومبلمنت فتعرف، يعني اول ما تلاقي واحد هنا اعرف ان الرقم ده ماينس. طيب عاوز اعرف ماينس كام؟ ماينس 3 ولا ماينس 5 ولا ماينس 7؟ اجيب التوس كومبلمنت اللي انا شايفه ده هيطلع لي القيمه. يعني لو جبت التوس كومبلمنت ده هتطلع لي 1 وبعدين اللي بعديها هيتقلب يبقى 0 1 0، يبقى ده على طول ماينس 5. اوكي؟ تمام؟ يبقى تاني اللي بيفرق ما بين الرقم بوزيتيف ولا نيجاتيف البيت اللي على الشمال. لو لقيناها 0 يبقى في الحاله دي بنقول ان الرقم بوزيتيف وباخده زي ما هو، لو لقيناها 1 بقول ان الرقم ده نيجاتيف بحط علامه النيجاتيف وبعدين اجيب التوس كومبلمنت للرقم عشان اعرف هو ماينس كام. اوكي؟ الكلام ده ما بعملوش الا لو انا مقرر ان انا هستخدم سايند نمبرز. سايند يعني معناها البيت اللي على الشمال لها معنى تفرق بين بوزيتيف ونيجاتيف.
لو بستعمل unsigned numbers خلاص يبقى كل الارقام موجودة عندي، ما ببصش على دي على انها signed bit، بعتبرها جزء من الرقم بتاعي. تمام؟ اي سؤال؟ طيب ملحوظة تانية ناخدها، لو انا كاتب الرقم 5 على 7 بيتس مثلا، 5 بتتكتب 101، افرض انا عاوز اكبرها شوية فهكتب 7 شوية صفار على الشمال، دي 5 مش كده؟ طب ماينس 5 هتبقى عاملة ازاي؟ هنجيب التوس كومبلمنت ده، 1 وبعديه يتقلب يبقى 1 0 1 1 1 1. يبقى هنلاحظ حاجة، حتى لو انت حاطط في الاصفار على الشمال في البوزيتيف نمبر، في النيجاتيف نمبر هتلاقي في وحايد على الشمال، فدايما هتلاقي اخر بيت 1، يبقى الساين بيت دايما بتبقى بواحد في النيجاتيف نمبر، نبقى عارفينها كده. تمام؟ في اي سؤال؟ يبقى تاني ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بقول انا لو عندي شويه بيتس عاوز اشوف رينج الارقام اللي هتعامل معاها من كام لكام. لو انا بتعامل بوزيتيف نمبرز هيبقى من 0 ل 2 باور كام؟ الرول دلوقتي بتقول ايه؟ لو عندي n بيتس يبقى الرينج بتاعي، لو احنا بنتكلم على signed numbers، unsigned numbers الاول، unsigned يعني كلهم positive، يبقى من 0. في حالة الاربعة كانت من كام؟ عندي 16 احتمال، فقلت من 0 ل 15، يعني من 0 ل 2 باور n تحط لي ماينس 1 تحت. اوكي؟ يبقى لو 4 بيتس هيدينا 16 ناقص 1 يبقى من 0 ل 15. لو 10 بيتس يعني 1024 ناقص 1 يعني من 0 ل 1023. يبقى على حسب ال n تقدر تحدد الرينج بتاعك لو انت بتتعامل مع unsigned numbers. طيب لو بنتعامل مع signed numbers، ساين يعني شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف، الرينج بتاعي يبقى من كام لكام؟ خلي بالكم لو كان عندي 4 بيتس انا مشيت من ناقص 8 لحد 7، يبقى لو عندي ساين نمبرز هيبقى من ناقص 2 باور كام؟ ان ماينس 1. انا كان عندي 4 بيتس، ال 8 دي يعني 2 اس 3، يبقى من ماينس 2 باور 3 او 2 باور اسف ان ماينس 1. خلي بالكم الماينس 1 فوق لحد كام؟ 7 اللي هي كانت 2 باور ان ماينس 1 ناقص 1 تحت، يبقى 2 باور ان ماينس 1 وبعدين تشيل منها 1. اوكي؟ يبقى دي الجنرال فورمولا اللي بطلع منها الرينج لاي عدد من البيتس. ناخد مثال، لو عندي 7 بيتس يبقى الارقام بتاعتي بتتراوح من 0 ل 2 باور 7 وبعدين ماينس 1 تحت، يعني هتساوي من 0 ل 127. لو انا عندي 7 بيتس، 7 بيتس يدوني 128 احتمال اللي هم لو هتعامل معاهم بوزيتيف بس، من 0 لحد 127. لو unsigned لو كانوا signed هيبقى من 2 باور 7 ماينس 1 لحد 2 باور 7 ماينس 1 وبعدين ناقص 1، يعني من 2 اس 6 اللي هي 64، يعني من ماينس 64 لحد 63. اوكي؟ ده مثال لو كان عندي 7 بيتس يبقى الرينج بتاعهم كام؟ لو بتعامل مع ارقام بوزيتيف بس هيبقى من 0 ل 127، لو بتعامل مع شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف هيبقى من ماينس 64 لحد 63. اوكي؟ اي سؤال؟ في حد مش فاهم احنا بنعمل ايه؟ طيب يبقى ده فيما يخص الساينت والانسايند نمبرز. لو هتكلم على الكمبيوتر اللي احنا بنستخدمه وجيت مثلا قلت لك الكمبيوتر ده بيخزن الارقام في 16 بيت،
يبقى الارقام اللي بيقدر يتعامل معاها من كام لكام، لو احنا بنتكلم على الانتجر نمبرز اللي هم الارقام الصحيحه، من كام لكام؟ لو الكمبيوتر بتاعك بيخزن الارقام على 16 بت، يبقى الرينج بتاع الارقام اللي بتتعامل معاها من كام لكام. لو unsigned اللي هي هتبقى من 0 لحد 2 باور 16 ناقص 1، يعني من 0 لحد حوالي 65000 وشويه. اوكي، لو بنتكلم على signed هيبقى الرينج بتاعي من ناقص 2 باور 15 لحد 2 باور 15 ماينس 1 تحت. اوكي، طب هل الكمبيوتر بتاعك بيقدر يتعامل بس مع ارقام من 0 ل 65000؟ اكيد لا، ده بيتعامل مع ارقام اكبر من كده بكتير. طيب بنقول ان الكمبيوتر مثلا لو 32 بت يبقى من 0 ل 2 ناقص 32 ناقص 1، دي بتطلع حوالي 4 مليار. تمام، هل الكمبيوتر بيقدر يتعامل مع ارقام لحد 4 مليار بس؟ لا. يبقى بنقول لو الكمبيوتر بتاعك بيحط الارقام على 32 بت وانت عاوز ارقام اكبر من الرينج اللي ال 32 بت بيسمحهم لك، احنا لما اجي اخزن الرقم ما بخزنوش على 32 بت بس، ده انا باخد 32 بت وكمان 32 بت زيهم، يعني ممكن اخد الرقم على 64 بت ما بخزنوش في مكان واحد، بخزنه في مكانين، باخد مكان 32 بت ومكان تاني 32 بت، يبقى عندي 64 بت. 2 اس 64 حاجه كبيره قوي، فممكن تتخيل اي رينج من الارقام انت ممكن تعوزه. لو الرينج اكبر من اماكن التخزين انت ما بتاخدش مكان تخزين واحد، ممكن تاخد 2 و3 و4 عشان تكبر عدد البيتس بتاعتك فتكبر الرينج بتاعك. تمام، طيب اهم حاجه تعرفوها بس دلوقتي خلاصه الكلام ده كله الحته دي، ايه الرينج بتاع الارقام اللي ممكن امثلها على عدد معين من البيتس؟ لو الارقام بوزيتيف بيبقى رينج من 0 لحاجه، لو الارقام نيجاتيف بيبقى من ناقص حاجه لبلس حاجه. اوكي، اي سؤال؟ طيب دي كانت الحته اللي عاوز اقولها تكمله للمحاضره اللي فاتت. النهارده بقى هنبدا ناخد حاجه جديده، احنا اتفقنا ان لما نيجي نعمل اي حسابات بنستعمل علم الجبر الجبرا. نبدا نتكلم على البوليان الجبرا. اوكي، يعني ايه بوليان الجبرا؟ زي ما قلت انا اتعامل مع نظام فيه حسابات لازم يبقى فيه جبر، نوع من انواع الجبر بيحكم ازاي هعمل الحسابات دي، ازاي اعمل اديشن سبتراكشن، ازاي اعمل حاجات زي ملتيبلاي، الكلام ده كله. ف لو بنتعامل مع الباينري سيستمز بنتعامل مع نوع مخصوص من الالجبرا اسمه بوليان الجبرا. ليه سموه بوليان الجبرا؟ قلتها في اول محاضره خالص، الراجل اللي عمل الالجبرا ده او اللي اخترع وفكر في الالجبرا ده اسمه جورج بول، وبالتالي سموا الجبر ده على اسمه بوليان الجبرا. اوكي، طيب اي جبر في الدنيا، اي جبر سواء الجبر اللي احنا بنستخدمه او اي جبر تاني انت ممكن تتخيلوه، بيبقى عندنا سيت اوف فاريبلز زي الاكس والواي والحاجات، الرموز اللي انتم بتستخدموها دي فاريبلز ممكن تاخد اي قيمه، عندي سيت اوف فاريبلز، عندي سيت اوف اوبريتورز مجموعه من العمليات الحسابيه اللي انا بقدر استخدمها، اوبريتورز زي البلس والماينس الحاجات دي، تمام، سيت اوف فاريبلز سيت اوف اوبريتورز. طيب الالجبرا عندنا سيت اوف فاريبل زي ما قلت، وعندنا سيت اوف اوبريتورز، وعندنا كمان حاجه بنسميها الاكسيومز. اكسيومز يعني اللي هي القواعد اللي بنستخدمها علشان نجري الاوبريشنز بتاعت الالجبرا ده. تمام، طيب نبدا اول حاجه خالص، ايه هي الاوبريتورز بتاعتنا؟ نتكلم على الاوبريتورز الاول. الاوبريتورز عندنا في البوليان الجبرا ثلاث انواع، هم ثلاثة اوبريتورز فقط اللي موجودين، حاجة اسمها اند،
اوبريتور تاني اسمه اور واوبريتور اسمه نوت. اوكي احنا عارفين الجبر العادي عندنا ملتبلاي وديفايد واد وسبتراكت وحاجات كتير قوي. لما بنتكلم على البوليان الجبر ما عنديش غير ثلاثة اوبريتورز فقط بساطه جدا، الاند والاور والنوت. تمام الاند لها رمز، يعني زي ما انا مثلا بقول اد علامتها علامه البلس دي. تمام الاند الرمز بتاعها ممكن يبقى دوت، في ناس بتكتبها دوت وفي ناس بتعمل علامه الانترسكشن. عارفين الانترسكشن اللي هي العلامه دي. اوكي ودي ممكن ساعات ناس بتحب تكتبها ناعمه شويه بيكتبوها كده. اي شكل من الاشكال دول يمثل عمليه اند في البوليان الجبرا. عمليه الاور بنكتبها برضو باشكال مختلفه، ممكن بتتكتب كده زي البلس بالظبط، بس انت تبقى فاهم طالما انت بتتعامل مع باينري فاريبلز يبقى دي ما هياش بلس عاديه، دي عمليه اور. في ناس بتكتبها زي اليونيون وساعات يكتبوها يونيون شبه حرف اليو. اوكي يبقى دي تاني اوبريتور. الاوبريتور الثالث اللي هو النوت له كذا شكل. ممكن لو مثلا عندي فاريبل اسمه اكس عاوز اكتب النوت بتاع الاكس اكتبها ازاي؟ ممكن نكتبها كده، نكتب حرف الاكس ونعمل ابوستروف بعديه دي معناها نوت اكس، او ممكن نكتب الاكس ونحط على فوقيها خط. تمام برضو تعني نفس الشيء. وفي ناس ممكن يكتبوها نوت اكس. اوكي فدول الثلاثه اوبريتورز بتوعنا وهنشوف دلوقتي كل اوبريتور بيعمل ايه. اوكي الاوبريتورز دول اللي هم الاند والاور بيشتغلوا على تو فاريبلز على الاقل، يعني بعمل اند لاكس مع واي او اور لاكس مع واي، يبقى في عندي حاجتين بعمل عليهم هذه الاوبريشن. النوت بيشتغل مع فاريبل واحد بس. اوكي يعني دول بيحتاجوا اتليست تو فاريبلز. على سبيل المثال ممكن اقول x and y، او ممكن اقول x and y and z. اوكي على الاقل يبقى عندي اثنين فاريبل عشان اعمل اوبريشن اند او اور. انما النوت هي فاريبل واحد بس بجيب المقلوب بتاعه او الانفرس بتاعه او النوت بتاعه. اوكي فدي اول حاجه نعرفها اللي هي الاوبريتورز اللي ممكن استخدمها في البوليان الجبرا. الفاريبلز بتاعتي ما بتاخدش غير قيمتين فبنسميهم باينري فاريبلز. اوكي قيمتين بس عشان كده بنسميهم باينري فاريبلز، يعني يا زيرو يا واحد. السيت اوف اكشنز اللي هناخدها بعدين، بس تعالوا الاول نشوف الاند بتعمل ايه والاور بتعمل ايه. الكلام ده انتوا المفروض عارفينه اكيد خدتوه في حته قبل كده. الاند لما اقول x and y امتى ال x and y بتطلع لي واحد وامتى بتطلع لي صفر؟ امتى بتطلع واحد وامتى بتطلع صفر؟ تعالوا نرص الاحتمالات بتاعه ال x وال y ونشوف الريزلت بتاعتهم هتطلع عامله ازاي. كلام سهل جدا، لو ال x كانت ب 0 وال y ب 0، او لو ال x ب 0 و y ب 1، او دي ب 1 ودي صفر، او 1 1، يبقى دي كل الاحتمالات اللي ممكن ياخدوها الاكس والواي لو هما تو فاريبلز. يبقى الاند ما بيطلعش واحد الا لو كان كل الانبوتس بيساوي واحد، عشان كده هي اسمها اند، لازم تبقى اكس بواحد اند واي بواحد عشان تطلع لي اوتبوت واحد، غير كده هتطلع صفر. يبقى على طول لو لقيت اي صفر في الانبوت الاوتبوت هيطلع صفر على طول. دي الحاله الوحيده اللي بتطلع لي واحد. اوكي ده مثلا حاجه زي الاند بتشتغل ازاي. الاور تعالوا نشوف اكس اور واي. برضه احتمالات الاكس والواي اللي هم الاربع احتمالات اللي عندنا 0 0 0 1 1 0 1 1. بنقول هنا هي اسمها اور ليه؟ عشان يكفيني ان تبقى الاكس بتساوي واحد اور الواي بتساوي واحد، يبقى اي واحده فيهم بتساوي واحد. تمام كلمه اور يعني اي واحده.
اي واحده بتساوي واحد هتطلع لي واحد في الاوت، يبقى يكفيني ان انا الاقي واحد هنا عشان اطلع واحد. امتى اطلع صفر؟ لما يبقى مفيش وحايد في الانبوت، لما يبقى الانبوت كلهم صفار. ايه فدي مثلا الايه الاور جيت. النوت سهله خالص، النوت ما فيهاش حاجه. النوت يبقى لو هنا عندي اكس وهنا اكس بار او النوت اكس يعني، لو دي بزيرو هتطلع واحد، لو دي بواحد هتطلع صفر. كلام هايف جدا واكيد عارفينه، انا بس بفكركم بيه لو ما كنتوش عارفينه. اوكي طيب، دي اول حاجه نعرف الاوبريتورز بتاعتنا ايه هي. الفاريبل زي ما شفت بنسميها باينري فاريبلز، ما ينفعش الاقي مثلا اكس والواي واحد يحط لي 3 و5 ما ينفعش، هما يا زيرو يا واحد بس. اوكي وادي الاوبريتورز الاساسيه، دول بنسميهم ايه؟ بريميتيف اوبريتورز، اللي هي الاوبريتورز البسيطه خالص. ان في اوبريتورز بعد كده ممكن اعقد شويه، بس في النهايه الاوبريتورز الاعقد مكونه من دول برضه، ودول بنسميهم البيزك او البريميتيف اوبريتورز، اللي هم البدائيين خالص. اوكي هناخد السيت اوف اكسيومز. يعني ايه اكسيومز؟ يعني الرولز. ايه هي الرولز بتاعت البوليان الجبرا؟ وده اللي هناخده دلوقتي. اوكي طيب، اول رول هناخدها، اول رول ليه بناخد الرولز دي؟ زي ما قلت احنا لما نيجي نعمل ديزاين لدوائر بدايه من الاسبوع الجاي، بعمل الديزاين بيبقى في صوره ايكويشن معينه مكتوبه بالبوليان الجبرا، وبعد كده المفروض ان انا عشان الديزاين بتاعي يبقى كويس ان انا احاول امينيمايز الديزاين. يعني ايه امينيمايز؟ يعني اقلل عدد الاوبريتورز اللي بستخدمها. اقلل، لما اقلل عدد الاوبريتورز هيقلل عدد الجيتس، هيقلل الباور، هيقلل كل حاجه. فلازم نعرف ازاي نختصر اي ايكويشن مكتوبه بالبوليان الجبرا. فعشان اختصر لازم اعرف القواعد بتاعت البوليان الجبرا. تمام، اول قاعده بتقول لو عندي اي فاريبل في الدنيا، اي باينري فاريبل عملت له اور مع زيرو بيساوي كام؟ اكس اور مع زيرو. تعالوا نفكر فيها، لو انتم يعني لو حد تايه شويه او مش عارف فكر فيها مع بعض. جرب شوف احتمالات الاكس بكام، جرب حط الاكس مره بزيرو ومره جرب حط الاكس بواحد واعمل لها اور مع زيرو، دي هتطلع كام؟ زيرو اور زيرو بتطلع كام؟ زيرو. واحد اور زيرو بتطلع كام؟ واحد. قلنا لو لقينا واحد في الانبوت الاور بتطلع لي واحد. ايه علاقة اللي انا شايفه هنا بقيمة الاكس دي؟ تمام؟ يبقى اكس اور زيرو بتطلع لي اكس. اوكي؟ دي نبقى عارفينها دايما. تمام؟ طيب، الناحية التانية بقى. لو قلت اكس اند زيرو بتطلع كام؟ يبقى بغض النظر عن قيمه الاكس، طالما لقيت زيرو في الانبوت وعندي اند يبقى على طول الاوت هيطلع صفر، بغض النظر بقى الاكس بكام. يبقى في جميع الاحوال طالما لقيت زيرو هنا لازم هيطلع لي زيرو. دي اول رول في البولين الجبرا، اي حاجه اندد مع صفر هتبقى صفر، اي حاجه اورد مع صفر تطلع زي ما هي. اوكي تمام. طيب دي اول قاعده عندنا. القاعده اللي بعد كده لو قلت اكس اور واحد بتطلع كام، ولو قلت اكس اند واحد هتطلع كام؟ اكس اور واحد تطلع كام؟ احنا قلنا الاور اوبريتور، الاور طالما في واحد في الانبوت لازم هيطلع واحد بغض النظر عن بقيه الانبوت، صح كده؟ الاور لو اي واحده من الانبوت بتساوي واحد هتطلع لي واحد. يبقى انا عندي واحد من الانبوت بيساوي واحد اهو، يبقى خلاص هتطلع واحد بغض النظر الاكس بتساوي كام. اوكي لو حد مش قادر يفهمها اهو، هنجرب احتمالات الاكس مره بزيرو ومره بواحد. زيرو اور واحد كام؟ واحد.
واحد اور واحد واحد برضه، يبقى في جميع الاحوال بتطلع واحد ملهاش علاقه بالاكس خالص، يبقى هنا طلع لي واحد. طب لو اكس اند واحد برضه مش قادرين نتخيلها، نجرب اكس اند واحد، نجرب الاكس بواحد مره ومره بصفر، دي بتساوي كام ودي بتساوي كام؟ واحد اند واحد هتطلع لي واحد، زيرو اند واحد هتطلع لي صفر. ايه علاقه الريزلت بالاكس؟ هي هي، يبقى الريزلت هنا بتساوي اكس، يبقى اكس اند واحد بتساوي اكس. يبقى القاعده الثانيه اللي نعرفها اكس اور واحد بتساوي واحد، في حين ان اكس اند واحد بتساوي اكس. تمام، دي ثاني قاعده نعرفها. طيب نقدر نقول بقى يا ترى الاند اوبريتور مين الحاجه الافكتيف اللي بتخليه اللي بتاثر عليه جامد قوي، الصفر ولا الواحد؟ الصفر. الاند اوبريتور اللي بيأثر عليه هو الصفر. يعني لو جالي صفر ان شاء الله بقيه الانبوتس كلهم يطلعوا اي حاجه تانية، طالما في صفر واحد على الاقل هيطلع لي صفر. فالصفر بنسميه بالنسبه للاند هو الباورفول فاليو، في حين ان الاور الواحد هي الباورفول فاليو. لو جات لي واحد بس هتطلع لي واحد بغض النظر عن اي حاجه تانية. تمام، او بنسميها الدومينيتنج فاليو، الفاليو المؤثره على الاند اوبريتور اكتر هي الصفر، الفاليو المؤثره على الاور اوبريتور اكتر هي الواحد. اوكي، طيب دي تاني رول من الرولز بتاعت البوليان الجبر. الرول الثالثه، لو قلت لك اكس اور اكس بار، تخيلوا دي تطلع كام؟ اكس اور اكس بار يعني ايه؟ عندي الحاجه ومعكوسها، يبقى اكيد عندي واحده منهم واحد والثانيه صفر، صح؟ حاجه ومقلوبها واحده والعكس بتاعها، يبقى اكيد واحده منهم واحد والثانيه اكيد صفر. طيب لما يبقى حاجه بواحد وحاجه بصفر على اور اوبريتور طلع لي كام؟ طلع لي واحد. اوكي، واحده منهم بواحد، يبقى على طول اكيد هتطلع لي واحد، لان الواحد ده زي ما قلت هو الدومينيتنج فاليو بتاعت الاورجن. لو قلت اكس اند اكس بار تطلع بكام؟ اكيد واحده بواحد والثانيه بصفر، يبقى صفر على الاند اوبريتور هتطلع لي صفر. اوكي، يبقى دي برضو حاجه نعرفها، لو لقيت حاجه اور مقلوبها النتيجه بواحد. ممكن الحاجه دي تبقى اكسبريشن كبير، يعني ممكن بدل الاكس دي تبقى حاجه كبيره قوي، وبعدين عملت لك اور نفس الحاجه الكبيره قوي دي بس عليها بار، من غير ما تقعد تحسب وتفك ولا بتاع، طالما الحاجه اور العكس بتاعها لازم تطلع لي واحد. لو اند هتطلع لي زيرو. دي تاني او تالت رول هناخدها. الرول اللي بعد كده اكس اور اكس طلع كام دي؟ الحاجه اور مع نفسها. طب نفكر الحاجه دي ممكن تبقى ايه؟ لو هي واحد هقول واحد اور واحد هتطلع واحد، لو هي صفر صفر اور صفر هتطلع صفر، يبقى الاكس والاكس طلع كام؟ طلع اكس، هي الاكس نفسها. يا اما هما الاثنين بوحايد يا اما هما الاثنين بصفار، لو هما الاثنين بوحايد هتطلع لي واحد، لو الاثنين بصفار هتطلع لي صفر، يبقى الاوتبوت زي الانبوت يبقى اكس. طب لو قلت اكس اند اكس طلع كام برضو؟ برضو نفس الشيء، يا اما واحد واحد هتطلع لي واحد، او صفر صفر هتطلع لي صفر، يبقى اكس اند اكس بتطلع لي اكس. الرولز دي كلها زي ما قلت هستخدمها بعد كده عشان نختصر شوية حاجات. طيب دي نمرة أربعة. نمرة خمسة، لو جبت الاكس عملت لها بار وجيت عملت لها بار تاني طلع ايه؟ يعني خدت الاكس عكستها ورجعت عكستها تاني، يبقى ترجع لأصلها، يبقى اكس بار بار بتساوي اكس. اوكي، دي بنسميها لها اسم كده عشان تبقوا عارفين، بنسميها انفوليوشن، يعني الخاصيه دي بنسميها الانفوليوشن. تمام، يبقى اكس بار وعملت لها بار تاني تطلع لي الاكس نفسها، دي برضو كلام منطقي جدا. هل في حاجه فيها حفظ هنا؟ هل انتوا بتضطروا تحفظوا اي حاجه؟ كل هي ماده اسمها لوجيك ديزاين، شغل مخك مش اكتر. طيب لو قلت اكس
اور واي. هنا تو فاريبلز اهم عملت لهم اور مع بعض. هل هيفرق الترتيب لما اقول واحد اور صفر واقول صفر اور واحد؟ متفرقش. يبقى دي بتساوي واي اور اكس. يبقى ممكن تعكس ترتيب الفاريبلز بتاعتك لو انت بتستخدم الاور اوبريتور. نفس الشيء بالنسبه للاند. لو قلت اكس اند واي هي نفسها واي اند اكس، ما يهمنيش الترتيب. تمام، زي بالظبط عمليه الاديشن، ما يهمنيش الترتيب فيها. دي بنسميها ال... ايه حد عارف يسميها ايه؟ كوميوتيتيف بروبرتي. كوميوتيتيف ان انا بقلب الحاجات ممكن مع بعض. اوكي، في اي حاجه صعبه؟ اوكي، الحاجه اللي بعد كده. لو عندي ثلاثه فاريبلز مع بعض اكس اور واي اور زد، اوكي، ثلاثه فاريبلز، ممكن اقول هجيب الاول الاكس اور واي وبعدين الناتج بتاعهم اعمل له اور مع زد. يعني دي ممكن انها تساوي اكس اور واي على بعضهم الاول وبعدين اقول اور زد، او بتساوي برضو ممكن اقول الاكس لوحدها واعمل الواي اور زد الاول وبعدين الناتج بتاعهم اعمل له اور مع اكس. تمام، يبقى ممكن اجمع فاريبلز مع بعض طالما نفس الاوبريتور. خلي بالكم اكس اور واي اور زد، ممكن اقول هعمل اكس مع الواي الاول والناتج بتاعهم اعمله مع زد، او هعمل الواي مع زد والناتج بتاعهم اعمله مع الاكس. دي برضو بنسميها الايه؟ حد عارف؟ اسوشيتيف بروبرتي. تمام، نفس الكلام بينطبق على الاند. لو قلت لك اكس اند واي اند زد، دي هتساوي اكس اند واي والناتج كله على بعضه يتعمل له اند مع زد، او بالعكس هعمل الواي والزد الاول والناتج بتاعهم اعمله اند مع الاكس. دي بنسميها اسوشيتيف بروبرتي. اوكي، طيب اللي جاي بقى مختلفه شويه. يعني دي كده شبه الماثيماتكس العاديه، مفيش حاجه جديده قوي يعني. تمام، الخاصيه اللي جايه تختلف شويه. نمره 8، دي بنسميها الديستريبيوشن. تمام، تعالوا نشوف يعني ايه ديستريبيوشن. لو قلت لك اكس اند واي اور زد، دي بتساوي كام؟ هنعمل هنا عندي تو اوبريتورز بقى اند اور، فهعمل ديستريبيوشن الحاجه اللي بره القوس على جميع الاشياء اللي جوه القوس. يعني ايه؟ يعني اكس اند واي هتبقى في الاول اكس اند واي، وبعدين نقول اور وناخد الاكس مع الزد. يبقى مره اخدنا الاكس مع الواي، خدناها مره مع الزد. دي شبه الرياضه العاديه، كانك بتضرب واي في قوس مكتوب فيه واي اكس، اسف، مضروب في قوس فيه واي وزد، فبتوزع الضرب على الحاجات اللي جوه. طيب دي مفهومه. طب لو كانت بالعكس، يبقى خلي بالكوا دي واحده. لو كانت كده اكس اور واي اند زد، دي في الماثيماتكس العاديه ما بتعملش فيها حاجه. هنا في البوليان الجبر لا، ده احنا بنوزع الاوبريتور ده على كل اللي جوه. يبقى هنقول ايه؟ اكس هتبقى اور واي، وبعدين ناخد الاند وناخد الاكس تاني مع الزد، يبقى اكس اور زد. خلي بالكوا دي مش شبه الماثيماتكس بقى، دي حاجه تانية. بعد بعمل ديستريبيوشن، بوزع الحاجه اللي بره على جميع الحاجات اللي جوه، سواء بقى كان عندك اند اوبريتور او اور اوبريتور. اوكي، دي اللي مختلفه شويه، ومن يعني خبراتنا السابقه بنلاقي الناس ساعات بتتلخبط فيها، بس هي سيمبل جدا ما فيهاش لخبطه ولا حاجه. كل اللي بتعمله انك بتوزع اللي بره على كل الاشياء اللي جوه. اللي بره عندي اكس بلس، يبقى الاكس بلس دي او اكس اور، يعني اكس اور حاجه وبعدين في هنا اند الاكس اور تاني على الحاجه الثانيه. اوكي، يبقى دي بنسميها ديستريبيوشن بروبرتي. دي بنسميها ديستريبيوشن، والديستريبيوشن بينفع سواء اللي بره اند او اللي بره اور، بينفع في الحالتين.
اوكي دي بنسميها ديستريبيوشن. اوكي يا جماعه، في اي حاجه مش مفهومه لحد دلوقتي؟ دول اول 8 رولز، لسه في رولز كمان. في الرول نمره 9 بنسميها الابزوربشن. هنشوف يعني ايه بقى الابزوربشن. ابزوربشن يعني ايه؟ حاجه بتمتص حاجه تانية، تمام؟ يعني في فاريبلز هنا ممكن تبلع فاريبلز اخرى، او تيرمز بتبلع تيرمز اخرى تمتصها. ازاي؟ هنقول اكس اور اكس في واي، اكس اور اكس اند واي، تمام؟ طيب هسالكم سؤال الاول، الكلام ده معناه ايه؟ هل هي اكس اور اكس والناتج بتاعهم اند واي، ولا اكس اور اكس اند واي؟ الاند لها برايورتي اعلى، بتتعمل الاول زي عمليه الضرب، فدي بالظبط كما لو كانت في قوس هنا حتى لو ما كتبتوش. اوكي يبقى دي اكس اور اكس واي. طيب دي هتساوي كام؟ دي هقول لكم دلوقتي، لما تلاقي فاريبل فري فاريبل كده تمام، وفي اكسبريشن تاني وراه في الاكس اندد مع حاجات تانية، بيطلع الناتج على طول اكس. يبقى كما لو كانت الفري فاريبل ده لو باور انه يمتص كل الترمات الاخرى اللي ظهر فيها الاكس. يبقى لو عندي اكس لوحدها وطلع لي اور اكس مع حاجات تانية، الاكس اللي لوحدها بتمتص الحاجات التانية دي كلها، بيفضل لي اكس بس. اوكي يبقى عندي فاريبل لوحده والترم التاني فيه شويه حاجات اندد مع الاكس، تمام؟ وبالتالي بنقول ان الاكس ده اقوى من اي حاجه تانيه اندد معاه، وبالتالي بيمتص كل الحاجات التانيه. مش مقتنعين؟ احنا بنقول مش هنحفظ حاجه، احنا لوجيك نفكر لوجيك. يبقى تعالوا نثبتها. اوكي انا لو خدت اكس كومن فاكتور، خدت من الاكسبريشن ده كله اكس كومن فاكتور، يفضل لي ايه هنا؟ يفضل كام؟ واحد. وهنا عندي اكس اند واي، لما اخد منها اكس يفضل كام؟ واي، صح كده؟ مش انا لو وزعت دي هتطلع لي اكس اند واحد اللي هي اكس، واكس اند واي اللي هي دي. ما انا مجرد خدت اكس كومن فاكتور وشفت فاضل كام. طيب واحد اور واي بتساوي كام؟ واحد. يعني الحته دي كلها هتبقى اكس اند واحد. اكس اند واحد بتساوي كام؟ اكس. خلاص يبقى في البوليان الجبرا عندي حاجه اسمها ابزوربشن بروبرتي، ان لما يبقى عندي فاريبل فري اورد مع ترم تاني في شويه حاجات كتيره اندد مع بعض منهم الفاريبل فري ده، يبقى الفاريبل فري هو اللي بيغلب وكل ده بيختفي بيفضل هو بس، تمام كده؟ يبقى اكس اور اكس اند عفريت ازرق يطلع لي اكس. خلاص تمام. طب ناخدها معممه شويه، لو قلت اكس اور اكس واي زد، ساعات ما بنحطش الدوت، لو كتبت اكس واي زد مفهوم انها اكس دوت واي دوت زد. اوكي اور اكس اكس اي حاجه دبليو واي زد، الكلام ده كله بيساوي كام؟ بمجرد النظر هلاقي في فاريبل فري اسمه اكس لوحده كده، وفي حاجه تانية فيها الاكس اندد مع حاجات اخرى، وفيها فاريبل تبر فيها الاكس اندد مع حاجات اخرى. طيب يبقى ده يقدر يمتص اي ترم تاني ظهر فيه الاكس اندد مع حاجات اخرى، يبقى كل الكلام ده هيتحول لاكس برضه. يبقى لما نيجي نختصر، لو لقيت حاجه بالشكل ده على طول هي بتبقى ريديوسد وتتحول لاكس فقط، تمام؟ دي بنسميها الابزوربشن بروبرتي. اوكي طيب ناخدها بشكل اخر. الاول فاهمين دي؟ ادي الابزوربشن، ادي الاثبات بتاعها للي مش مقتنع، ادينا اثبتناها له، وممكن تتعمل على اي عدد من الترمات، المهم يبقى فيه فري فاريبل لوحده، نفس الفري فاريبل ظاهر اندد مع حاجات اخرى، يبقى هو بيمتص كل الحاجات دي وبيتحول للفري فاريبل بس. طيب هناخدها بالشكل الاخر،
يعني ايه الشكل الاخر؟ لو قلت لكم اكس اندد مع اكس اور واي، تتحول تبقى ايه؟ نفس الكونسبت. عندي هنا كان فري فاريبل اورد مع فري فاريبل لازق فيه حاجه تانية، قلنا هيمتص ويتحول لاكس. هنا نفس الشكل بس اتقلبت شويه، بقت اكس فري فاريبل اهو اندد مع حاجات تانية هيبقى فيها اورز اكس اور واي، دي برضو بتختصر وتتحول الى اكس. تمام، يبقى الشكل ده برضو بيبقى ريديوست الى اكس. مش متخيلينها مش مهم، هنثبتها او هنختصرها بالطريقه العاديه، انا مجرد بقول لكم رول تسهل عليكم الحياه. لكن اللي مش قادر يتخيل تعالوا نفك دي. احنا قلنا هنعمل ديستريبيوشن، هيبقى دي لما نفكها تتحول لايه؟ اكس اند اكس وبعدين اور اكس اند واي. طيب اكس اند اكس بتساوي كام؟ بتساوي اكس اور اكس واي. لو خدت اكس كومن فاكتور يفضل لي واحد اور واي، واحد اور واي بتساوي كام؟ واحد، يبقى اكس اند واحد بتطلع اكس. اوكي، يبقى تاني الرول دي بنسميها ابزوربشن، وزي ما اتفقت اللي مش قادر يتخيلها يثبتها. لو جات لك دي وانت مش حافظ الرول، او مش عاوز اقول مش حافظ، الرول مش في دماغك، خد كومن فاكتور وفك هتلاقيها بتطلع في الاخر اكس. نفس الشيء هنا برضه. اوكي تمام. طيب كل اللي عاوزكم تفتكروه بس حاجه كده عشان تسهل عليكم الدنيا شويه، لو لقيت فاريبل لوحده اور نفس الفاريبل مع حاجات تانية، اور نفس الفاريبل مع حاجات تالتة، اور نفس الفاريبل مع حاجات رابعة، كل ده بيختصر ويفضل لي الفاريبل بس. اوكي، دي بنسميها الابزوربشن. فاضل اخر رول، رول واحدة بس اللي فاضلة، اللي هي نمرة 10. الرول نمرة 10 بتقول ايه؟ دي نظرية واحد فرنساوي حطها اسمه مورجان، فالنظرية مسميينها دو مورجانز دو مورجانز ثيوري. طب بتقول ايه بقى النظرية بتاعت دو مورجان ده؟ بتقول لو عندي x or y اوكي وجيت عليهم كلهم عملت لهم inversion، اوكي يعني ال x or y على بعضها كده حطيت عليها بار، يعني عملت النوت بتاعها او الانفرت بتاعها، دي هتطلع ايه؟ القاعدة بتقول علامة الانفرس دي هتتوزع على كل الفاريبلز اللي تحت، فهتلاقي عندك اكس بار وهتلاقي عندك واي بار، والاوبريتور اللي في النص يتحول من اور يبقى اند. تمام، دي نظرية دو مورجان. طب العكس، لو كان عندي اكس اند واي وعملت لها كلها كده بار، برضو البار دي هتتوزع على كل اللي تحت، هيدينا اكس بار وهيدينا واي بار، والاند دي هتتحول تبقى اور. دي نظريه دو مورجان في ابسط صورها. طب تعالوا نكبرها شويه، في حد مش فاهم دو مورجان بتقول ايه؟ طيب ناخد ابلكيشن عليها. لو قلت اكس اور واي اور زد وكل ده عملت له بار، نفس الكونسبت، هتتحول اكس بار واي بار وزد بار، والاوبريتورز الاور هتتحول لاند. تمام، الغلطه اللي ناس كتيرة بتقع فيها بقى اكزامبل تاني، لو قلت لك اكس اور واي اند زد ودي حطيت عليها بار،
الغلطة الشهيرة اللي بشوفها الناس بتروح جاي موزعة البار، هتقول لي اكس بار وعندي واي بار وعندي زد بار، وبعدين تقول لي هقلب دي هتبقى اند واقلب دي تبقى اور. الكلام ده غلط، لازم علشان اطبق دي مورجان الكلام ده مش صحيح. لازم علشان اطبق دي مورجان يبقى الاوبريتور من نوع واحد، ما يبقاش تشكيله شويه اند على شويه اور. طب دي اعملها ازاي؟ نعملها على خطوتين، يعني حاجه زي كده هعملها ازاي؟ ما ينفعش اوزع الاوبريتور ده البار دي على اوبريتورز من ديفرنت تايبس، لازم يبقوا نفس التايب. اوكي طيب، يبقى اللي يعمل لي كده هتبقى طبعا غلط ومش صحيحه. الصح بتاعها ايه؟ نعملها كالاتي، هناخد دي الاول مع بعضها كده اكس اند واي، صح؟ هيبقى عندي البار هتتوزع على الاكس وهتتوزع على الحته دي على بعضها اللي هي اكس اللي هي واي زد، تمام؟ والاور اوبريتور ده هيتحول لاند. يبقى اول خطوه اهي، دي اعتبرتها انتيتي على بعضها، حاجه كده ماسكه نفسها اسمها واي زد عملت عليها بار، ودي حاجه اسمها اكس عملت عليها بار، والاوبريتور الاور اللي في النص خليته بقى دوت. نمسك دي بعد كده نفكها تاني بدي مورجنز، يبقى الكلام ده هيساوي كام؟ اكس بار اند نفك دي هتبقى ايه؟ لما افك دي هتبقى ايه؟ البار هتتوزع على الواي والزد، والدوت اللي كانت بينهم هتتحول الى او، تمام؟ يبقى الكلام ده هيساوي كام؟ نعمل ديستريبيوشن، هيبقى اكس بار واي بار اور اكس بار زد بار، تمام؟ هو ده الصح بتاعها. دي مورجنز عشان اطبقها لازم يبقى نفس الاوبريتور هو اللي مستخدم، ما ينفعش اطبقها وعندي تو اوبريتورز مختلفين. لو لقيت تشكيله يبقى نعمل اقواس ونقسمها على كذا خطوه، تمام؟ دي نظريه دي مورجن. في اي سؤال؟ طيب هم دول العشر قواعد اللي هنشتغل بيهم طول عمرنا لحد ما نتخرج ونشتغل وكل حاجه. هم مفيش غير العشر قواعد دول بتوع البوليان الجبرا.